وتعالي بقى تعالي معانا ندعي مع بعض الدعاء اللي أنا بحبه ده اللي هو بيطيب الصدور، ونقول لمولانا سبحانه وتعالى: يا من أنت أحن علي مني، وبحسن تدبيرك وحنانك على الدوام تشملني، أسألك بحسن معاملتك لي التي عليها ربيتني، وعظيم أمدادك التي في أنهار جودها أغرقتني، أن تعفو عني فتطهر قلبي من كل سوادي حتى يعود إلى فطرته أصفى من اللبن، وتنير بصيرتي حتى أراك في كل شيء معي فيطيب عيشي وأرى جمالك في قلبي وبصيرتي ومسمعي. يا رب اجعلنا في هذه الحال، وندعي المرة تانية بهذا الدعاء ونقول: يا من أنت أحن علي مني، وبحسن تدبيرك دوما تشملني، أسألك بحسن معاملتك لي التي ربيتني عليها، وعظيم إمدادك الذي في أنهار جوده أغرقتني، أن تعفو عني فتطهر قلبي من كل سوادي حتى يعود إلى فطرته أصفى من اللبن، وتنير بصيرتي حتى أراك في كل شيء معي فيطيب عيشي وأرى جمالك في قلبي وفي بصيرتي ومسمعي. يا رب اجعلنا على الدوام في يد حضرة النبي ونرى جمال وجهه الكريم ونقول له: وحقك يا حبيبي إن قلبي يطير إذا ذكرتك في خيالي، فكيف إذا رأيت بأم رأسي جمال الحسن في إحدى الليالي. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على هذا الجمال، وادخلنا بسر هذا الجمال في يده إلى حضرة القرب يا رب العالمين، وأكرمنا يا كريم يا ودود يا رب العالمين.